هنا مسألة، وهي أيهما أفضل، عيد الفطر أم عيد الأضحى؟ الجواب عن هذا، وقد أشار إليه ابن رجب رحمه الله كما في كتابه لطائف المعارف، الجواب أن عيد النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما كما قال رحمه الله. وأضاف في ضمن ما قال أن الصلاة والنحر الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من الصلاة وصدقة الفطر التي تكون في عيد الفطر. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل شكره لربه على أن أعطاه الكوثر، أن يصلي لربه وينحر. ويؤيد ما ذهب إليه ابن رجب ويقرره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند وسنة أبي داود قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، وسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري بأنه الحج الأكبر. وكذا فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فسره كما جاء عند الترمذي بأنه هو يوم النحر، فيدل هذا على عظيم هذا اليوم المبارك. وهذه المسألة هي مسألة أردت بذكرها أن أرفع ما يتوهم من أن عيد الفطر هو أفضل من عيد الأضحى، لأن بعض من الناس قد يقل في نفسه فضل عيد الأضحى وأن عيد الفطر هو أفضل منه. ولا شك أن لعيد الفطر مزية وفضلة، لكونه يتلو شهر رمضان، ولكونه به صدقة الفطر وبه صلاة العيد، لكن من باب التبيين والتوضيح فعيد الأضحى لا يتساوى مع عيد الفطر، بل إنه يفوق عيد الفطر. من أجل هذا أردت أن أنبه لكي أرفع الوهم أو الظن أو العلم الراسخ في أذهان بعض من الناس من أن عيد الفطر هو أفضل من عيد الأضحى. وإلا ولله الحمد، فهذه الأعياد عبادة نتقرب إلى الله عز وجل فيها بما شرع لنا، ففي كل خير، لكن هذا من باب التوضيح والبيان،